منيح يلي جيتي مرت اخي. طالعوا اخي من العناية. طالعوا؟ ايه طالعوا من ساعتين، حكيت مع كلثوم بس موبايلها مسكر، لو ردت عليك كنت بدي خبرك فورا، بس انا ما بعرف شو صاير معها حتى مسكرة موبايلها. انا مبسوط اخي صحي، هذا الخبر حلو كتير. والباقي ماله مهم، الدكتور اجا وشافه وقال انه ما في شيء خطير، يعني صار فيه يرجع على البيت. شبك؟ ليش عم تبكي هلا؟ عم قلك صار منيح؟ اذا مو مصدقتيني تعال نشوفه سوا، يلا تعال يلا يلا امشي. مهلك يا ابني شوي شوي، لا تقوم بسرعة. ما بدك. لا 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 أمي أنا صرت منيح، مشي الحال ما فيني شي، خلاص خلاص. أخي شوف مين جبت لك معي، يلا تفضلي. آسيا أنتي لساتك هون؟ وين بدك تروح يا ابني؟ ليش نحن منتركها؟ يلي صار معكم كأنه معجزة، كنت أنت ومرتك وولادك بنفس السيارة وما حدا منهم صار له شيء الحمد لله. مين ولادي؟ ولادك يا أخي، نرجس وأوغور. شو القصة؟ لسه الصدمة مأسرة عليه؟ قال لك شيء الدكتور؟ لا ما قال له شيء الدكتور. آسيا تعي يا بنتي قربي. ايه قربي. يلا قربي يلا يا بنتي يلا قربي لعنده. سلامة قلبك. الله يسلمك. آسيا يا ريتك جبتي الأولاد معك كمان لهون، كانوا اطمنوا على أبوهم. ليش هي كانت بتعرف إنه فاق؟ كانت جاية لحتى توصل لك الدواء أمي. هلأ بس يرجع أخي على البيت بيشوف الأولاد وبيطمنوا عليه. إيه مو أحسن؟ أمي شو رأيك نطلع ونتركهم لحالهم شوي؟ والله معك حق، يمكن في شي بدهم يحكوه خجلاني. يلا تعي. ابني نحن رح نروح نجيب لك شي تشربه ماشي؟ اي ماشي أمي شكرا لك. هتعطيني الشنطة؟ يلا يلا بالإذن. يلا تفضلي. يلا عن إذنكم. أنا كتير آسفة، صدقني ما كان بدي حطك بهذا الموقف بس كنت مجبورة. آسيا ما بعرف أنت ليش عم تعتذري مني، أنا صار معي حادث وبعد ما فقت طلعت متزوج وعندي ولاد، شو القصة؟ هلأ وقت كنت بغيبوبة إجوا الشرطة لهون وكانوا مفكريني مرتك لأنه كنا بنفس السيارة، ونحن عم نحكي إجا أخوك على الغرفة وسمع الحديث وأنا ما قدرت أقول له الحقيقة. يعني قلتي للكل أنك مرتي؟ ليش؟ عم أسألك بس لحتى أفهم يا آسيا، لو إنك حكيتي إنك مانك مرتي كانت خلصت القصة، بس ليش ما حكيتي؟ ها؟ خفتي من الشرطة؟ آسيا احكي لي، أنا ما نسيت وقت شفتي الشرطة كيف تخبيتي؟ رح نروح ماهر، بعرف إنه اللي عملته غلطة كبيرة بس خلص رح أخذ ولادي وروح. بدكن تروحوا؟ وأنا شو بدي إلا لأمي وقتها؟ كيف؟ بس تشوف مرتي وولادي تركوني وراحوا ما بدها تسألني ليش رحتوا؟ ليكي آسيا أنا بعرف من أول ما شفتكن إنه صاير معكن شي مشكلة، أنا ماني أجدب بس قبلت ساعدكم صح؟ بس هلأ كل عائلتي صارت بتعرف إنه أنتي مرتي وولادك بكونوا ولادي، لهيك بدك تحكي لي شو صاير معك وشو هالمصيبة يلي بتخليكي تهربي بهالطريقة مشان أعرف كيف فيني ساعدك. الحمد لله على سلامتك، خبرني هلأ كيف حاسس؟
يعني لسه في شوية وجع بس أحسن من قبل بكتير. يعني دكتور ما رح يصير عند ابني إعاقة أو أي شيء تاني مو هيك؟ لا لا يا خالي ما في شيء، كانت حالته صعبة بعد الحادث بس الحمد لله تجاوبه للعلاج كان ممتاز، ووقت كان بالعناية ما صار معه أي مضاعفات. خليني هلأ أفحص لك الضغط مشان نطمن وبعدها فيك تطلع، بس بدي ترتاح بالبيت وترجع لنا بعد يومين. لو سمحتي ممكن تفكي له السيروم، ما بقى بحاجته. الحمد لله على السلامة. شكراً كثير. شكراً دكتور. طيب أنا رح حاكي كلثوم تمام وإلا الخبر الحلو منشان تطمن الأولاد، كانوا خايفين كثير. حبيبي